السلام عليكم. أعتذر على هذا الانقطاع، كانت هناك بعض المشاكل التقنية التي أجبرتنا على إعادة القيام ب كونكت و disconnection يعني مرتين. الاستراتيجية سوف تخص يعني بالطبع فيجوال فوركس، كذلك يعني لا تترددوا يعني في طرح أسئلة في منطقة الشات. و اليوم سوف نقدم استراتيجية سهلة بعض الشيء، بسيطة، ولكن عملية استعمالها هي مترددة كثيرا يعني في فأول شيء بالطبع سوف نقوم بعملية لوجين على الفيجوال جي فوركس، وفي هذه الحالة نقوم بالدخول إلى منصة فيجوال جي فوركس. والاستراتيجية اليوم سوف تتمحور حول استعمال بعض المؤشرات. هذه المؤشرات سوف نستعملها يعني بصفة بعض الشيء سهلة، وستمكن المستعمل أو المتداول يعني بالتعرف والتمرن على استعمال البوكس لوب فيور، عفوا البوزيشن فيور وليس اللوب فيور. ف بالطبع استعمال البوزيشن فيور يكون يعني بعض الشيء يعني معقد في بعض الأحيان، ولكن سوف نحاول في هذه الاستراتيجية تبسيطه وإعطاء يعني أمثلة مدققة حول هذا الاستعمال. ف لتقديم هذه الاستراتيجية سوف نقوم بشرحها قبل كل شيء. فهي استراتيجية تعتمد على استعمال المؤشرات. هذه المؤشرات سوف تكون EMA و SMA. سوف نقوم بمقارنة المؤشرات EMA و SMA حسب يعني صعودهم أو نزولهم، أو حسب ما يعبر عنه باللغة الإنجليزية بالترند. سوف نقوم بالمقارنة وبالنظر إلى هذه المؤشرات إذا كانت يعني في حالة صعود أو نزول على المنصة. ثم بعد ذلك بعد يعني التدقيق في النظر لهذه المؤشرات ومقارنة الأسعار المختلفة للمؤشرات، سوف نقوم باستعمال يعني شروط إف أو لو ل يعني النظر إذا كانت هناك عملية تقاطع بين المؤشرات SMA أو EMA. لو كانت هناك عملية تقاطع، ففي هذه الحالة سوف نقوم بالشراء على السوق أو دخول إلى السوق بلونج بوزيشن. لو تمت عملية التقاطع وانتهت يعني بما يعبر عنه ب cross end باللغة الإنجليزية، ف يعني يجب التخيل هناك عملية تقاطع ثم بعد ذلك انتهى التقاطع، في هذه الحالة سوف نقوم بعملية خروج من السوق أو غلق الصفقة التي تم فتحها مسبقا. فبالطبع كما البعض منكم يعلم، نقوم باستعمال بعض الشروط الأولية في كل استراتيجية. هذه الشروط تخص بالطبع الـ Default Period والـ Default Instrument. هي شروط نستعملها في كل مرة. سوف أقوم باستعمال الكاندل بيريود
وهي مساوية للديفولت بيريود. كذلك بالطبع يمكن أن أقوم بعملية إيديت، وأقوم في هذه الحالة بتغيير الديفولت بيريود إلى 5 دقائق، وسوف تكون الكاندل بيريود بالطبع مساوية ل5 دقائق. نفس الشيء بالنسبة للديفولت انسترومنت، الديفولت انسترومنت سوف يكون مساوي للكاندل انسترومنت، وباي ديفولت عندنا هنا الانسترومنت هو يورو دولار، يمكن تغييره بهذه الصفة أو تركه كما هو. فأول شيء سوف نقوم ببناء المؤشرات. هذه المؤشرات سوف تكون يعني بالطبع على حسب خياركم. في الوقت الحالي سوف أستعمل مؤشرات بسيطة، أو هي ليست بسيطة من حيث استعمالها، بل يعني استعمالها مكثف جدا، وهي الـ SMA والـ EMA. الـ SMA والـ EMA سوف أقوم بتكبير مساحة العمل بهذه الصفة حتى يمكننا رؤية البلوكس أو هذه نقوم بربطهم كالتالي. فبالنسبة للـ SMA أو الـ EMA، بالطبع هذه المؤشرات لها الـ Default Instrument والـ Default Period، وبالطبع سوف تأخذ Period by Default. هنا يمكن لي أن أقوم بعملية تعويض الـ Default Period ب5 دقائق. Time Period بضغط واحد نقوم بتغييره من 30 إلى رقم آخر. في هذه الحالة سوف أتركه مساوي ل30. كما قلنا قبل قليل، سوف نستعمل نريد يعني استعمال الـ SMA والـ EMA بصفة ذكية بعض الشيء، وذلك لأننا نريد أن ننظر إذا كان الـ SMA، المؤشر SMA، يعني في حالة صعود أو في حالة نزول بالنسبة للـ الترند. ففي هذه الحالة تعرف الترند أو المستوى المؤشر إذا كان يعني في حالة صعود أو نزول، يجب لنا مقارنة نقطتان على الأقل، نقطتان اثنتان. ففي هذه الحالة يجب لنا استعمال الشيفت فاليو. كما فسرنا فيما قبل، يعني الشيفت فاليو يمكن المستعمل بالنظر إلى النقطة السابقة بالنسبة للمؤشر، وهي المساوية لسعر معين. فنفس الشيء بالنسبة للـ EMA، سوف أضعه كتالي. أقوم بعملية extend، أربط جميع المؤشرات ببعضها كما هو كذلك. أقوم ب shift واحد بالنسبة هنا، يعني يمكن استعمال shift اثنان لو يريد المستعمل يعني النظر إلى نقطتان سابقتان على سبيل المثال. فهنا على سبيل المثال شيفت واحد يعني أنني سوف أنظر إلى النقطة السابقة للمؤشر، وهي النقطة التي كانت 5 دقائق قبل، يعني التي تم يعني تسجيلها 5 دقائق، 5 دقائق الفارطة. لو أضع شيفت مساوي إلى اثنان سوف أنظر إلى النقطتين، وهذا يعني سوف أرجع إلى 10 دقائق الفارطة. بالنسبة لهذه المخرجات هنا أو الأوتبوتس،
يمكن تسميتها كالتالي، هي معبر عنها بـ auto created variable أو متغيرات يعني تم خلقها بصفة افتراضية. سوف أقوم بتسميتها كالتالي حتى يمكن لي يعني التعرف عليها بصفة سهلة. So SMA current، هنا اللاين رقم 14 هو ال SMA previous، ال EMA نفس الشيء، ال EMA هنا أسميه يعني EMA current، وبالطبع EMA previous. Back office. Right, back office. Is it given EMA these sections? Previous. Like you could have access to this one? You don't know? Yeah, but yes. It may be given okay. by بعد القيام بعملية تسمية هذه المؤشرات، سوف نبدأ يعني بعملية المقارنة بالطبع. ولهذا في هذا الموضوع سوف نعمل يعني مؤشر، ليس مؤشر بل شرط if، ويتم استعمال شرط if بالمقارنة بمقارنة متغيرتان اثنتان، وهما سوف أقوم بتصغير بعض الشيء مساحة العمل حتى يمكن لي النظر إلى جميع المتغيرات. أقوم بمقارنة ال current EMA بال current SMA، يعني ال current EMA هكذا بال current SMA هكذا، و نفس الشيء سأستعمل أقوم بالربط كذلك بهذه الصفة، وهنا سوف أقوم باستعمال الـ previous EMA بالطبع الـ previous SMA. هنا قمت بخطأ طفيف، previous EMA ب previous SMA. فهنا الشرط الذي أريده هو سوف يكون يعني إذا كان ال يعني المؤشر الـ EMA النقطة الحالية أو الأخيرة لمؤشر الـ EMA أكبر من النقطة الحالية لمؤشر الـ SMA، يعني ذلك استعمال الـ output greater أو أكبر، هذا يعني أن المؤشر EMA هو أعلى من المؤشر SMA، وبالطبع في نفس الشيء يعني إذا كان الـ previous EMA أصغر من الـ previous SMA، في هذا الشكل نقوم بعملية شراء على السوق بالديفولت values، ونقوم بعملية شراء. سوف أترك هذه المتغيرات بالأعداد الافتراضية لها، ولكن يمكن تغييرها كما شئتم. ممكن سوف أقوم ب أريد يعني بالنسبة لعملية الدخول إلى السوق بدون ستوب لوس أو تيك بروفيت، لأنني سوف أشرح ذلك بعد دقائق. أريد يعني النظر إلى شرط آخر بالنسبة إلى الشرط الثاني، وهو بالطبع إذا كانت هذه الكونديشن أو هذا الشرط لم يكن يعني لم يقع
وجوده بالنسبة لي، بالنسبة لهذا الطرف. فيعني ذلك أن الكرنت اس ام اي هو تحت الكرنت اي ام اي، فالكرنت اي ام اي هو تحت الكرنت اس ام اي عفوا. فبالطبع أريد نفس الشيء هنا بصفة منطقية، مقارنة الـ EMA previous والـ previous SMA. إذا كانوا يعني greater، هذا يعني سوف أقوم باستعمال الـ position viewer. هنا يكون يعني بعض الشيء هناك بعض المنطقية في استعمال الـ position viewer. لماذا؟ وذلك سوف نقوم بتفسيره. يعني إذا كان هنا الـ previous SMA أصغر وهي الاتجاه المعادل لهذا البلوك، في هذه الحالة سوف أقوم بالنظر إلى الصفقات الفارطة التي قمت بفتحها سابقا. نعيد الكرة لتفسير هذا الاستخدام بصفة مدققة. إذا كانت يعني شروط المؤشرات هي مطابقة لما أردته، ففي ذلك الحين سوف نقوم بعملية شراء. إذا كانت الشروط غير مطابقة لما أردته، ففي ذلك في هذه الحالة سوف أقوم بأمر أو بتثبيت، يعني التثبيت على جميع الأوبن الموجودة على السوق، الأوبن بوزيشن. أقوم بخلق متغيرة جديدة سوف أسميها كما أريد، current position على سبيل المثال، أو current open position حتى يكون هذا له معنى أكثر. هنا جميع المعلومات الخاصة بالopen position أو الصفقات المفتوحة سوف يقوم الposition viewer بحفظها في هذه المتغيرة الجديدة والتي قمت بخلقها للتو. هذه المعلومات هي كالتالي، كما يمكن الضغط هنا على هذه المتغيرة الجديدة، ويمكن النظر إلى جميع المعلومات التي موجودة في هذه المتغيرة. فلما استعمل position viewer بصفة دائرية أو بصفة يعني position viewer في كل مرة يعيد الكرة، وكلما كانت هناك صفقة جديدة سوف يتم التثبيت فيها والنظر إلى جميع هذه المتغيرات والقيام بعملية close إذا كانت هناك هذه الشروط، يعني تم كانت يعني مطابقة. فنرجع إلى التريدينج سيكشن، نقوم ب close and cancel position بصفة دائرية. هنا على فكرة نركز على هذا الاستعمال، لأن لو استعملنا هذا الاوتبوت أو هذه النقطة سوف يقوم البوزيشن فيور بالنظر إلى مرة واحدة، يعني يكون استخدامه لمرة واحدة فقط. أن أستخدم البوزيشن فيور بصفة يعني مسترسلة، وكل مرة يعني دخلت السوق بلونج أو شورت بوزيشن، في هذا المثال يعني هي صفقات شراء، فأريد النظر كل مرة إذا كانت شروطي غير مساوية إلى ما أردته، يعني هذا الطرف الأيمن، يعني أن لو دخلت السوق ثم صارت عملية كروس بعد دخولي للسوق، فحين ذلك يقوم البوزيشن فيور بغلق هذه الصفقات التي قمت بفتحها. الاستراتيجية يعني انتهت. يمكن لنا مرحبا ديرك. ديرك هو صديقنا أو رفيقنا في دوكاسكوبي الذي يشتغل باللغة يعني الألمانية،
يدير ويبينار باللغة الألمانية. ف نرجع إلى الاستراتيجية التي قمنا ببنائها للتو. بطبيعة الحال سوف نقوم بعملية اختبار تاريخي. عملية الاختبار بالطبع تقوم باستعمال الزران بالطبع، وكما أنني يعني قمت بغلق فيجوال فوركس لبعض الدقائق، يعني سوف نقوم بتحميل، هذا شيء عادي، يعني سوف نقوم بعملية تحميل الـ connection process، وهو كما ترون، وهذا يعني هنا يجب لي أن أضع بالطبع اسم اللوجين والباسورد بالنسبة للديمو بلاتفورم لي جي فوركس. أقوم بعملية كونكشن، ويجد بعد أن عملية الربط تقع بين فيجوال جي فوركس والهيستوريكال تيستر الذي هو يستعمل جي فوركس. ننتظر بعض الثواني. أوكي، فسوف أقوم ب اختبار لمدة الأسبوع الفارط، و يقوم فيجوال جي فوركس ببناء بالطبع جميع الأعداد وجميع الأشياء التي تخص المختبر الاستراتيجي، وهذه هي نافذة أوكي. بالطبع هذه الاستراتيجية يعني تقوم بفتح مؤشرات. لو أردت يعني فتح مؤشرات، يجب لي عفوا فتح صفقات، يجب النظر إلى الانديكيتورز التي سوف أقوم ب النظر إليها. التايم بيريود هي 30 باي ديفولت، وبالنسبة لل SMA سوف أستعمل أظن التايم بيريود تم اختيارها إلى 0. أقوم بتلوين أظن أن بالنسبة للمؤشر الـ SMA 30 والـ EMA 14. فسوف نقوم بالطبع عملية اختبار هذه الاستراتيجية على مدة أكثر من أسبوع، لأن ممكن لها أكثر نتائج. يمكن تجريب ذلك كالتالي، فأقوم بعملية هيستوريكال، وأقوم بعملية اختبار على مدة شهر. قلنا أن الـ SMA لمدة الـ SMA على 30 والـ EMA على 14، فهذا يعني أن الـ SMA 30، الـ Time Period هي 30، أقوم بتلوينها بالأحمر، ونفس الشيء الـ EMA يكون بـ value 14، ونتركه باللون الأزرق.
كما يمكن النظر إليه هنا، لما يكون لنا عملية كروس، يقوم المختبر بالدخول إلى السوق. هنا يجب وضع 10 دقائق، لأنني بالطبع يجب النظر بالطبع إلى التريدينج بيريود، وهذا مهم جدا. فلما تكون هناك في هذه النقطة، كان هناك عملية كروس، فانتظرت الاستراتيجية انتهاء هذه الشمعة للدخول إلى السوق في الشمعة الجديدة. يمكن بالطبع أن يقول المستعمل: لماذا لم أدخل السوق في هذه الشمعة؟ هذا ممكن، وهذا يعني تحت الدرس حاليا. سوف نقوم ب هناك بعض المشكلة صغيرة تخص هذا الموضوع بالذات، ولكن لتفسير الاستراتيجية بصفة عامة كما نراه الآن، الـ EMA أكبر من الـ SMA، عملية التقاطع صارت هنا، ثم لما تنتهي عملية التقاطع هنا كنا خرجنا من الصفقة، أو خرجنا من السوق. نفس الشيء هنا، ممكن عملية التقاطع أكثر دقة صارت في هذه النقطة بالذات، وكان أدخل إلى السوق موافقا بالضبط لعملية التقاطع. تم هناك شراء صفقات أخرى على اليورو دولار، وبالطبع نقوم بالتثبت من إلى حد هذه النقطة. انتهى التقاطع هنا، صار الـ EMA تحت الـ SMA، وبذلك نقوم بغلق جميع الصفقات لأن الشروط لم تعد يعني موافقة لما نريده، وهذا معقول. هنا نفس الشيء بالطبع، صفقة جديدة، عملية كروس، تقاطع في هذه النقطة. الصفقة فتحت في الشمعة القادمة، لم تفتح هنا، وعملية الغلق تكون بالطبع مع التقاطع. فيمكن بالطبع للتأكد من صحة ودقة الاستراتيجية، سوف أقوم بفسخ الستوب لوس والتيك بروفيت، لأنني أريد النظر إلى الصفقات، غلقها بصفة يعني مدققة. أريد أن تغلق الصفقات حسب يعني حسب المؤشرات. إذا كانت يعني شروطي غير موافقة لما أردته، أريد غلقها، فلا أريد يعني غلق بتيك بروفيت أو ستوب لوس. فيمكن أن أعيد الكرة باختبار آخر historical last month set and run. هنا trading period 10 دقائق. طبعا يجب دائما EMA بالأزرق، ثم SMA بالأحمر، كذلك ننظر هنا، صارت بعض الصفقات SMA و EMA. أوكي، يمكن النظر هنا، يمكن أن أقوم بعملية تكبير كالتالي،
قسم الإكويتي البالانس والبروفيت أند لوس لا أريد النظر إليه في الوقت الحالي. فعملية التقاطع جرت في هذه النقطة بالذات. الشمعة القادمة دخلت إلى السوق بعملية شراء، قمت بدخول آخر إلى السوق في الشمعة التي بعدها. الاس ام اي الايام من الاس ام اي، وهذا صحيح. الايام اي في حالة صعود، كذلك الاس ام اي، هنا اريد ان الايام اي في حالة صعود. لما صار التقاطع وصار الاي ام اي تحت الاس ام اي، هنا سوف اقوم بعملية اديت واجعل كذلك الاس ام اي باللون الاحمر حتى يكون سهل للنظر. قام يعني عملية التقاطع كانت في هذه المنطقة في هذه الشمعة، وعملية الخروج من السوق أو غلق صفقات الشراء صارت في الشمعة التي بعدها. يعني ممكن أن تكون في الوقت الحالي، هي لا يمكن أن تكون في هذا ال في هذا هنا عملية التقاطع، و يمكن أن نقول أن هذه الشمعة قد تمت يعني النهاية منها ثم الخروج منها، فهذا يعني معقول كعملية exit من السوق. هنا كذلك الـ EMI صارت عملية تقاطع، الـ EMI يكون بعض الشيء صعد، تقاطع صار في هذه المنطقة، عملية دخول إلى السوق مرتان وخروج من السوق بعد التقاطع المعاكس. نفس الشيء يعني يمكن للعمل يعني القيام بالباك تيستينج على يعني مدة أكبر من شهر، أو يمكن له كذلك هنا عندنا يعني بالطبع ملف ال يعني ملف ال statistics والنتائج الاستراتيجية، ويمكن بالطبع النظر فيها وإضافة بعض الشروط الأخرى. فهذه هي كانت استراتيجيتنا اليوم، تقاطع الـ EMA والـ SMA وكيفية الدخول إلى السوق والخروج منه بدون استعمال Take Profit ولا Stop Loss. يعني أرجو أن تكونوا يعني تعلمتم من هذه الاستراتيجية، و رجاء عدم التردد ب يعني طرح أسئلة للفورم أو على منطقة الشات، سيكون لي الشرف بالإجابة عليها. أشكركم جدا على هذه المتابعة، وأتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، وإلى الأسبوع القادم. شكرا، مع السلامة.